مساء الخيرات على حضراتكم، برحب بكم حلقة جديدة من مصر. النهاردة بإذن الله عندنا مجموعة من الفقرات اللطيفة جدا، نتمنى إن شاء الله تنال رضا واستحسان حضراتكم. وحابب أقول لكم في الجزء الثاني من حلقتنا الليلة إن شاء الله يكون عندنا لقاء مميز جدا مع دكتور هاشم البحري، أستاذ الطب النفسي. هنتكلم مع دكتور هاشم إن شاء الله الليلة دي، الحقيقة هنفتح موضوع مهم جدا، هو موضوع الحب. يعني إيه كلمة حب؟ هل الحب ليه وجود ولا ملوش وجود؟ وفي ناس بتخدع نفسها بالاسم أو بالمشاعر. هل الحب ده أبدي وصرمدي مع الإنسان، مع الشخص أو الشيء أو الحالة اللي هو بيحبها أيا كان المحبوب، ولا دي بتخضع لشروط، تخضع للزيادة والنقصان؟ هل هي علاقة من طرف واحد ولا هي علاقة تبادلية؟ يعني اللي بيحب دايما بيحب على طول إلى الأبد، يعني اللي بيحب ولاده بيحب ولاده مهما عملوا، اللي بتحب زوجها بتحبه مهما عمل والعكس. هنفهم حاجات كتير جدا ربما دي تكون يعني زي دليل كده لينا، خصوصا ان الناس الايام دي بتتكلم على الحب والفالنتين قرب يوم الجمعه والهدايا. ولكن هل الحب بالهدايا؟ هل الحب بالكلام؟ النهارده يعني موضوعات مهمه جدا، يعني اتمنى من حضراتكم تتابعوا الفقره دي لانها بتمسنا كل واحد فينا الحقيقه في تعاملاته مع المحيطين به في مساله الحب. لكن قبل الحب معانا الحقيقه مجموعه من الوقفات المهمه. نبدأ الحقيقة بالنهاردة النشاط الرئاسي. النهاردة الرئيس استقبل وفد من مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة كاترين موران وبحضور دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لبحث تعزيز التعاون ما بين مصر وفرنسا. اللقاء ركز على أمور كتير زي زيادة التعاون ما بين البلدين في مجالات زي الرعاية الصحية، تطوير التعليم في مصر، حركة السياحة. الحقيقة ما بين مصر وفرنسا ليها أهمية خاصة. الوفد الفرنسي أكد حرص بلاده على زيادة الاستثمارات المباشرة، الاستثمارات الفرنسية في مصر في الفترة اللي جاية. كمان أشاد الوفد الفرنسي بالطفرة التنموية الملحوظة اللي بتشهدها مصر على كافة المستويات في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الدور الحيوي والكبير اللي بتأديه مصر وبتقوم به مصر في مسألة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأزمات كتير الحقيقة قائمة في المنطقة. الرئيس السيسي من جانبه أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لجهود أصدقائها في البرلمان الفرنسي من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك ما بين القاهرة وباريس بما يسهم في تحقيق أمال وطموحات البلدين. الرئيس استعرض خلال اللقاء كذلك الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف، وأيضا من أجل ترسيخ ثقافة قبول الآخر وحرية الاعتقاد، وإلى أهمية الفهم الصحيح لأمور ونصوص الدين وتصويب الأفكار الخاطئة ومواجهة عملية استغلالها الممنهجة من قبل الجماعات الإرهابية. ده كان الحقيقة فيما يتعلق بالشأن الدولي وخصوصا علاقات مع فرنسا، وهي علاقات الحقيقة كبيرة جدا ووطيدة جدا في أكثر من مجال. ولكن محليا الرئيس كان لي اجتماع آخر حقيقة مهم جدا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي. شفنا بالأمس وأول أمس الإشادات اللي طالعة من عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى بما حققه الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة الماضية وخصوصا العام الماضي 2019. الرئيس اجتمع زي ما حضراتكم شايفين بمحافظ البنك المركزي ونائب محافظ البنك المركزي لمناقشة الموضوع المتعلق بخفض الدين العام وعدد من الأمور الحقيقة. كمان تم التشديد على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية زي مشروعات زي تكافل زي كرامة والمبادرات الأخرى، واللي من بينها أكيد المبادرات الصحية اللي بنشوفها مع حضراتكم وبنتابعها. خلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة اللي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011. ويمكن ده يعني تاني تشديد وتاني تأكيد واجتماع ربما من الرئيس
من أجل متابعة هذا الأمر، وهو الشركات التي تعثرت بعد يناير 2011 وتعويمها مرة أخرى بلغة السوق أو توفير السيولة وتوفير الحلول البنكية ليها عشان يقدروا مرة تانية أن هم يشتغلوا. لأن كنا قلنا وقت حضراتكم بنتكلم في عشرات الآلاف من الشركات والمصانع اللي كانت بتشغل ناس وتوقفت بعد 2011 بسبب الانفلات الأمني. ده الحقيقة مش بعيد عن السياسة الاقتصادية اللي بتنتهجها الدولة المصرية أو دولة 3-6 اللي حققت نمو اقتصادي الحقيقة كبير وإنجازات بتحصل على الأرض، سواء في مشروعات في البنية التحتية أو حتى ما يتعلق بالاستثمار في البشر، وملفات كانت الحقيقة مغلقة لسنوات كتير، زي مثلا مسألة التأمين الصحي الشامل، زي القضاء على فيروس سي وعلاجه، قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية والنجاح في إنهاء أو الانتهاء من هذه العمليات المؤجلة وقوائم الانتظار اللي كانت طويلة. ولكن أيضا على الشق الاقتصادي كان في مؤشرات الحقيقة مهمة جدا وملموسة بالنسبة للجميع. يعني بنقدر نقول العملة بتاعتنا إزاي قدرنا أن احنا نحافظ على الجنيه، وبالعكس الجنيه بيقوى أمام الدولار بشكل ملحوظ زي ما حضراتكم شايفين، وده طبعا مؤشر لحاجات كتير جدا. كمان فكرة أكتر ممكن تكون ملموسة بالنسبة لنا بشكل أكبر الحقيقة، هي مسألة الحد من التضخم، اللي هي أن الأسعار ما تزيدش بالشكل، أو يعني العملة بتاعتنا تقدر أنها تشتري ما يمكن أن نشتريه الحقيقة بمبالغ معقولة. يعني النهاردة 100 جنيه تشتري سلعة، يعني كان لو تضخم عالي أو نسبة تضخم عالية 100 جنيه ممكن تشتري سلع أقل أو كميات أقل. فبالتالي في شغل على خفض معدل التضخم اللي وصل حوالي 6.8 في شهر يناير الماضي، يعني من كام يوم بس، مقابل تقريبا الضعف كان 12.2 في شهر يناير 2019، وده الحقيقة شيء مهم جدا وشيء يجب الإشارة عليه. إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في العصر الحالي تحقق خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعدما انخفض معدل التضخم السنوي ليسجل نحو 6.8% مقابل 12.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك طبقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات خلال فترة معينة من الزمن، ويقاس هذا المعدل باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15,000 مصدر بالجمهورية موزعة على 8 مناطق جغرافية. انخفاض معدل التضخم جاء انعكاسا لانخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات، حيث تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة مثلا بنسبة 1.8%، بينما تراجعت نسبة مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2%، وهو ما أرجعه خبراء لعدة أسباب، منها تحسن قيمة الجنيه المصري وهبوط سعر الدولار الأمريكي وحرص الدولة على توفير السلع بالأسواق ومواجهة جهة الاحتكار. طارق أحمد من مصر. عشان الكلام اللي طارق بيقوله في التقرير ده واللي أنا قلته من قبل التقرير يتحقق، أكيد لازم حاجات معينة تحصل، من بينها أن يكون في شغل، في استثمارات بتتضخ على الأرض، ده بيخلق فرص عمل، ده بيجيب فلوس، بالتالي في تصدير، تدخل عملة أجنبية، يبتدي يحصل فيه انتعاشة وحراك في السوق، فتنخفض معدلات التضخم أكتر وأكتر، ويبتدي ده يكون ليه مردود عليا وعلى حضرتك في السلع اللي احنا بنشتريها. ده لازم يمشي مع شيء آخر مهم، وهو الاستثمار مثلا في واحد من أهم القطاعات والقطاعات الواعدة في مصر واللي بتشهد طفرة غير مسبوقة خلال 3-4 سنين اللي فاتت، اللي هو قطاع البترول وقطاع الطاقة. واحد من أهم مظاهر هذا الاهتمام اللي حاصل في هذا القطاع المعرض اللي النهاردة اليوم الثاني فيه في دورته الرابعة، معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020، معرض مهم، ملتقى مهم جدا، بيحمل شعار أيضا في غاية الأهمية الحقيقة والمغزى، هو شمال أفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة، لأن منطقة المتوسط وشرق المتوسط تحديدا التقديرات الخاصة باحتياطات الغاز فيها
تقديرات خرافية. هذه التقديرات الحقيقة بدأت تلفت أنظار أو لفتت أنظار العالم كله. الحمد لله رب العالمين، مصر كانت واعية جدا لهذا الأمر من بدري، وبالفعل قدرت تشتغل على كل المحاور، واللي من بينها بكل تأكيد أن تتجمع هذه الشركات القوية والشركات العالمية في مجال البترول وفي مجال الغاز وفي مجال الاستكشافات البترولية عشان تظهر وتبين شغلها وتعمل شراكات حقيقية مع مصر ومع وزارة البترول المصرية. لليوم الثاني على التوالي يواصل مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول إيجيبس 2020 فعالياته، حيث وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية والبريطانية وكذا المؤسسات التمويلية. الاتفاقيات الموقعة تستهدف زيادة جهود هذه الشركات في البحث والاستكشاف عن حقول النفط في الأراضي المصرية. وعلى هامش المؤتمر بحث الوزير أيضا مع شركة أباتشي الأمريكية خططها للعمل في مصر، وخاصة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. كما ناقش الوزير مع شركتين نمساوية ونرويجية رغبتهما في الاستثمار داخل مصر، خاصة في ضوء الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز الطبيعي. ويحظى مؤتمر ومعرض إيجيبس بإقبال دولي وإقليمي متنام كل عام، حيث جذب هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر، و14 دولة و15 شركة بترول عالمية، وأكثر من 450 شركة عارضة. من مصر، طارق أحمد. ممكن سريعا كده اقول لحضراتكم الاتفاقيات اللي تم توقيعها وقد ايه فيها الحقيقه تنوع ما بين مصر وما بين شركات البترول والطاقه الكبرى. يعني في اتفاق ما بين وزاره البترول وما بين وكاله التجاره والتنميه الامريكيه، ده اتفاق. اتفاق تاني ما بين الهيئه العامه للبترول وشركه شيفرون العالميه للتعاون التجاري والتعاون الفني ايضا في مجال البحث والتنقيب. في اتفاق ما بين شركه اسكندريه للزيوت المعدنيه وشركه شيفرون العالميه عشان برضو من اجل التجاره وتصنيع المنتجات والمشتقات البتروليه ونقل الخبرات من شركه زي شيفرون لشركه مصريه زي شركه اسكندريه. في اتفاقيتين مع بكتل الامريكيه، وهي الاولى الحقيقه للتعاون ما بين الطرفين في تنفيذ المشروعات البتروليه والغازيه في مصر وفي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. في توقيع على اتفاق ما بين وزاره البترول وشركه شلامبرجر العالميه بشان التنميه المستدامه، وشفنا ازاي الاثنين هيبداوا يشتغلوا على فكره بوابه الكترونيه من اجل الاستكشافات اللي بتحصل في مصر. توقيع اتفاق ما بين الهيئه المصريه العامه للبترول وشركه بريتش بتروليوم اللي هي البي بي البريطانيه في مجال تموين السفن. وزاره البترول بتخطط للشغل مع شركه اباتشي طبعا لزياده انتاجها في الصحراء الغربيه. مذكره تفاهم كمان بقى، ده شيء برضو مهم جدا، نقل الخبرة المصرية، والخبرة المصرية عريقة في المنطقة في إفريقيا في مجال الاستكشافات والبترول. مذكرة تفاهم مع دولة الصومال عشان نقل الخبرات إلى الصومال. مذكرة تفاهم كمان مع غينيا الاستوائية ومع دولة تشيلي. حقيقة مناسبة مهمة جدا وملتقى مهم جدا لقطاع البترول والطاقة في مصر، إن شاء الله نخرج منه بأكبر قدر من المكاسب. نروح نشوف مع حضراتكم تقريرنا الإخباري اللي بنجمع فيه أهم الأحداث اللي حصلت في مصر على مدى 24 ساعة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وذلك وفق برنامج زمني محدد باعتباره يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن أراضي المصريين في الخارج المرحلة السابعة، ومن المقترح أن يتضمن الإعلان طرح قطع أراضي سكنية للأفراد بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات، ووحدات سكنية للأفراد بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها.
جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بالدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم، وذلك لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، لكي تتمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات حال إبلاغهم بأية معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع. استضافت مصر اليوم اجتماعا لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس وممثلي الدول الأوروبية المانحة، وذلك لبحث التعاون لدعم استقرار المنطقة ومنع الجماعات المتطرفة من تجنيد عناصر جديدة. وخلال الاجتماع طلب الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتدريب قوات دول الساحل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود وتشجيع المبادرات التنموية بالمناطق المهمشة في دول الساحل الخمس. أعلنت وزارة الصحة عن بدء حملة لتحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال مواليد الفترة من الأول من يناير 2016 وحتى 22 من مارس 2018 بجرعتين من شلل الأطفال، ويفصل الجرعتين مدة بينية لا تقل عن شهر. أكدت وزارة الصحة أن جرعات لقاح شلل الأطفال المعطل تكفي لتطعيم 6 ملايين طفل، كما تم توفير 13 مليون سرنجة لتتناسب مع جرعة الطعم، على أن يتم بدء تنفيذ الحملة منتصف شهر مارس المقبل. كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس الجمعة المقبل عطلة نهاية الأسبوع الذي يتزامن مع احتفالات عيد الحب، حيث يتوقع الخبراء أن يكون الطقس معتدلا على كافة الأنحاء. الحقيقة في خبر برضو آخر الحقيقة لازم نتطرق إليه، فكرة فلسفة السجون والفلسفة العقابية، ومن مجرد أن السجن تهذيب وإصلاح إلى فكرة النزيل، أن السجن بيبدأ بيتطور إلى أن فعلا في أي زيارة ممكن حد يروح يشوف هيتلاقي فيه مصانع بتشتغل في تربية لمنتجات خاصة بالسجناء وبتتباع، وكل واحد عنده حساب بيتحط ورشة النجارة ولا ورشة الحدادة ولا خلاف، الحقيقة أو المزارع اللي موجودة في السجون بيبقى للنزيل، مش بس السجين هنا أو اسمه، لكن النزيل بيبقى ليه حساب بيتحط ده في حسابه، بيقدر ان هو يبعت الفلوس دي لأسرته. كمان في أمور الحياة كتير اتغيرت في فلسفة السجون خلال الفترة الأخيرة، فكرة أيضا الانفتاح على وسائل الإعلام، ان يبقى ينظم كل فترة زيارات لوسائل الإعلام أو لغيرها من المؤسسات حتى الحقوقية، انها لازم تروح وتطلع على ما يجرى في السجون. في الإطار ده النهاردة كان في زيارة مهمة الحقيقة لقطاع السجون من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية اللي بتشتغل في مصر، يعني نقول سكاي نيوز عربية، روسيا اليوم، الإذاعة الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، راحوا زاروا ترى وعنبر المزرعة أو عنبر الزراعة. يعني الزيارة بدأت من مستشفى ترى، شافوا التجهيزات الموجودة فيه، كلموا مع الناس زي ما حضراتكم شايفين بعض من اللقطات. ده محمود حسين مراسل قناة الجزيرة والمسجون وفي إحدى القضايا، تم الحياة تطرق مع الناس كلها للأمور اللي هم عايشين فيها، لو ليهم أي طلبات، ليهم أي شكاوى. الحقيقة كانت زيارة مهمة جدا لوسائل الإعلام، إن هو لازم ينفتح ويشوف الحقيقة كل هذه الأمور قدام عينيهم الحقيقة. تطور كبير شهدته السجون المصرية تطبيقا للسياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيل السجناء ورعايتهم. وللاطلاع على هذا التطور، فقد استقبل قطاع السجون عددا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية بمصر، من بينهم مراسلو قنوات العربية، روسيا اليوم، سكاي نيوز، والإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية، لزيارة سجني لمنطرة وعنبر الزراعة. زيارة بدأت بمستشفى لمنطرة المجهز بأحدث المعدات الطبية لاستقبال النزلاء الذين توافدوا عليه للكشف الطبي وتلقي العلاج، أحدهم مراسل إحدى القنوات التي دأبت على مهاجمة مصر وتدعي عدم تلقيه رعاية كافية داخل السجون. أنا عندي زيارة شهريا مع المحامين، بلتقي بيهم بشكل دوري في السجن وبلتقي بيهم في المحاكمات أثناء ما بحضر المحاكمة. حقوقي كلها باخدها الحمد لله، سواء فيما يتعلق
الأوضاع الحاجات الطبية يعني بشكل مستمر. تقريبا في توصيات إن أنا خلال 24 ساعة أي وقت بحتاج العيادة بروح العيادة، وفي عيادة في السجن اللي أنا فيه، وأحيانا لما زي النهاردة كده عملوا لي تحويل على المستشفى لما يكون الحالة فيها إمكانيات. وزيارات بتجيلك؟ أنا بزور بشكل أسبوعي، كل أسبوع وباخد وقت كافي ومزور في مكان مريح، وأهلي بيتعاملوا بشكل كويس. كمان حاجات كلها بتخش يعني كتب، جرايد، أكل، شرب، لبس. تقريبا المعاملة، أنا كمان حتى علاقاتي مع إدارة السجن كويسة. كمان كان لما توفى والدي يعني حصل مبادرة ممتازة يعني من السيد الوزير على ما أعتقد، أنه سمح لي أن أنا أزور والدي وأدفنه وأخذ الجهاز بتاعه، فيعني المعاملة بشكل كبير كويسة جدا. كما أجرى المراسلون لقاءات مع النزلاء حول أحوالهم المعيشية والرعاية المقدمة لهم خلال الجولة التي شملت المكتبة والفصول التعليمية ومعرض المنتجات الزخرفية وندوات دينية وتثقيفية مقامة للنزلاء وورش النجارة والملاعب الرياضية وأماكن الزيارة. عمار، أنت تهمتك إيه عمار؟ انضمام. انضمام لإيه بقى؟ لداعش. أنت إيه ظروف احتجازك؟ قولي. في الغرفة؟ في الزنزانة. طلباتي كلها موجودة يعني، زيارات بزور وبطاطين معايا، هدوم معايا، لبس معايا بيجي في الزيارة وكده. انتوا كم واحد في الزنزانة؟ 6. بصحى الصبح بنطلع تريض، بس إن كان عندي زيارة ولا حاجة بطلع، أنا هنزل عيادة هجيب حاجة مثلا من الكانتين الكلام دوت، بس وبقضي التريض بتاعي وبخش. ودلوقتي شايف الدنيا إيه لما تخرج يعني؟ إن شاء الله أنا شايف الوضع أفضل بكتير جدا، في استقرار، في أمن بشكل كبير، يعني الواحد مش خايف على أولاده. كل 15 يوم أهليتي بيجوا لي، ما فيش أي مشاكل الحمد لله رب العالمين، وتعاملوا أحسن معاملة سواء هم داخلين من البوابة حتى دخول للزيارة. طب كنتش أعرف أقرا ولا أكتب خالص ولا الحروف دي، كنتش أعرف. كملت الثانوية العامة هنا، وبعد كده حصلت على صنص الحقوق برضه من هنا، من داخل مدرسة الليمان، امتحنت والدكاترة بتجينا هنا. الجولة كما أكد المراسلون جاءت ردا عمليا على كل من يدعي بعدم وجود رعاية داخل السجون. الصورة اللي احنا شفناها واللي احنا صورناها ورصدناها النهاردة مختلفة تماما عن ما يروج ليه في الخارج. احنا طبعا بطبيعتنا كصحفيين بيبقى عندنا دايما فضول ان احنا نعرف اكتر، نشوف اكتر، نتعرف حتى على وضع الجماعة اللي دايما بتدعي انها بتعذب. احنا شفنا النهاردة ناس منهم وشفنا بيقدم لهم العلاج ازاي. فلسفة الوزارة فعلا تقوم على انها بتأهل هذا النزيل او هذا السجين لانه يخرج يتعامل مع المجتمع وانه يندمج مع المجتمع في النهاية. هكذا تبدو السجون المصرية تتبع مبادئ حقوق الإنسان وتتخذ من الإصلاح والتأهيل سبيلا لدمج السجين في مجتمعه عضوا صالحا عقب قضاء عقوبته. الأيام اللي فاتت الحقيقة شفنا وزارة الإسكان بتعلن عن تبني استراتيجية مهمة جدا الحقيقة، هي التوسع في تركيب العدادات المسبقة، مسبقة الدفع للمية، يعني ما بقاش بقى في القارئ جه ما جاش شاف القراية أو خد القراية أو ما خدهاش، ولكن ده الحقيقة هيبقى هيسهل كتير من الأمور، ويبقى كل واحد عارف إن هو ده استهلاكه خلاص، هو بيستهلك زي ما هو عايز أو زي ما الحقيقة استهلاكه بيقول، عشان ما بقاش فيه يعني ما يعتقدش إن فيه مغالطة أو ما إلى ذلك. المفترض ان عدد الكشافات اللي هتتركب لمسبقة الدفع اللي بالكارزه وحضراتكم شايفين بالنسبه للميه 3 مليون كشاف خلال الاربع سنين اللي جايه الحقيقه، وده المفترض هيبقى في حدود 750,000 عداد للشقق، طبعا عداد شقق بشكل سنوي، ده المفترض انه يكون ليه اثر كبير جدا ومردود كبير جدا على المستهلكين في الفتره القادمه. معانا دكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور محمد، يعني ارجوك قول لنا الخطه هتمشي ازاي في التركيب فيما يتعلق اذا كان في مناطق ليها اولويه او نشاطات هيبقى ليها اولويه في تركيب العدادات مسبقه الدفع. استاذنك في البدايه بس ندي فكره للساده المشاهدين فضل. على منظومه العدادات وازاي انها بتساهم في طبعا اسلوب المحاسبه وتنظيم العلاقه ما بين مقدم الخدمه وما بين المواطن اللي هو في الاخر المستهلك. طبعا لجأنا او كل
دول العالم النهاردة بتلجأ للعدادات مسبوقة الدفع اللي بيها بتحقق أولا تنظيم العلاقة ما بين المقدم الخدمة وما بين المواطن اللي هو المستهلك، والمنظومة بتساهم أولا في أن المحاسبة تبقى فعلية وأن كل مواطن بيبدأ يعرف استهلاكه قد إيه من خلال المبلغ اللي بيشحن فيه. وطبعا بنطمن السادة المواطنين أن المحاسبة هتبقى طبقا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء، فإذا المواطن هيعرف استهلاكه قد إيه وهيبدأ ينظم نفسه. طبعا دي أولا بتفيده، وبالإضافة أنها كمان بتفيد مقدم الخدمة وبتقلل جدا من الشكاوى الفترة اللي فاتت اللي كانت بتيجي بسبب الفواتير وتراكم المديونيات على المواطن، وطبعا بتؤدي كمان في مصلحة المواطن وفي مصلحة الدولة ومقدم الخدمة في ترشيد الاستهلاك. إن شاء الله الخطة زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن شاء الله هيتم تركيب حوالي 750 ألف عداد مسبق الدفع كل سنة، ولكن الحقيقة في توجه من القيادة السياسية إن الخطة دي إن شاء الله بنسعى إنها تتضغط بزيادة أعداد العدادات المنتجة المصرية الصنع إن شاء الله بالاتفاق ما بين وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنتاج الحربي إن شاء الله في مصر. يعني ممكن تتضغط في قد إيه مثلا؟ طبعا في أولوية، يعني إن شاء الله بنأمل وبنطمح إنها تبقى في خلال سنتين إن شاء الله. يعني هيتم تركيب المفترض 3 مليون عداد ان شاء الله في خلال سنتين، يعني 1.5 مليون ان شاء الله عداد سنوي لما تنزل العدادات اللي طالعه من الانتاج الحربي ان شاء الله. باذن الله، وان شاء الله يعني في تعاون وفي تنسيق كامل ما بين وزاره الاسكان ووزاره الانتاج الحربي ان احنا نزود الانتاج ان شاء الله. الخطه هنقسمها طبعا في البدايه للمستهلكين اللي هم الغير السكني، يعني الأنشطة الخدمية، دور العبادة، الهيئات الحكومية، الأندية، الأنشطة الأخرى، الأنشطة السياحية والصناعية، دي هنبدأ بيها وإن شاء الله بالإضافة للسكني، لكن دي هتبقى الأغلبية يعني، لكن هنتوسع في الأغلبية إن شاء الله، وبعد كده العداد للسكن. طبعا دي زي ما قلت إنها هتضمن المحاسبة الفعلية وطبعا هتحسن الوضع بالنسبة لمقدم الخدمة. طبعا الهدف مش مقدم الخدمة او حصوله بس، لكن الهدف طبعا مصلحة المواطن زي ما تفضلت حضرتك، مصلحة المواطن ان هو هيبدأ يعرف استهلاكه قد ايه وهيبدأ هو يرشد. وطبعا هنقضي ان شاء الله بالعدادات مسبقة الدفع على اي تراكم للمديونيات على المواطن، ودي طبعا كانت بتسبب له مشكلة. وحضرتك عارف طبعا لما يبقى في محاسبة شفافية في المحاسبة والمواطن عارف استهلاكه قد ايه بيبدأ ينظم نفسه بيرشد. طيب هتبدأوا امتى يا دكتور؟ يعني هل هتعلنوا خطة عمل بقى؟ هيبتدي امتى التقديم ولا انتوا اللي هتنزلوا على المنشأة وتبتدوا تغيروا؟ يعني هتمشي ازاي على الارض؟ طبعا احنا مستنيين بس نشوف خطة الانتاج قد ايه، ولكن احنا بدأنا بالفعل، يعني احنا دلوقتي حاليا يمكن بدأنا، يعني برضو يهمني يعني مين هو مقدم الخدمة. مقدم الخدمة هو المواطن اللي ساكن في المحافظات زي القاهرة واسكندرية، شركة المية اللي موجودة في المحافظة هي اللي هتتولى الموضوع وهتتولى إخباره وتركيبه. طبعا برضو مش هنبدأ يعني العداد اللي شغال والمواطن في شفافية في المحاسبة على العداد العادي بتاعه ده مستمر، لكن أي عداد هيبوظ أو هيعطل طبعا هيبقى له اولويه ان هو زي ما حصل كده في الكهرباء او بينقل ملكيه وحده او حاجه فبتتنقل معاه العداد، بيتنقل معاه العداد. برضو الطرف الثاني من مقدم الخدمه المواطن اللي موجود في المدن الجديده، ده طبعا يعني طبعا في توسع طبعا في التنميه في المدن الجديده، فكل الوحدات هيركب لها عداد مسبق الدفع دي الجديده. وطبعا حضرتك المنظومه طبعا بيبقى لها مراحل في المدن الجديدة. المنظومة بتبقى مراحل، طبعا بيبقى في نظام تحكم الأول بينشأ، وده الحمد لله يعني بالنسبة لمقدم الخدمة الشركات في المحافظات وأجهزة المدن الجديدة المنظومة بقت موجودة، الكنترول والعدادات إن شاء الله بتتورد، وفعلا احنا ركبنا مجموعة من العدادات. وبرضو بنطمن المواطن ان هو مش هيروح الشركة يشحن، لكن طبعا ايه هنتوسع في المنافس
يعني هيقدر ان هو يشحن الكارت زي ده دلوقتي النهارده يعني في كروت كتير وفي خدمات كتيره بالظبط بيقدر ان هو يشحن بشكل مباشر من على التليفون او من اي مكنه اي تي ام على طول بيشحن يعني بقى طبعاً. الموضوع سهل عن زمان يعني ده ان شاء الله اللي مزبوط. احنا هيبقى عندنا برضو موجود عشان ييسر على المواطن يعني طبعا طبعا مش هنخليه يروح بعيد يعني يتكفل طبعا. بنشكر سيادتك الدكتور شكرا جزيلا يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله موفقين دكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه شرب والصرف الصحي كل الشكر لحضرتك يا فندم. نروح الحقيقه لخطوه ثانيه. لو كنا بنتكلم على ترشيد استهلاك في المياه فده امر مهم يعني كان في صوره زمان كده ممكن اللي من حضراتكم شافها او اللي شافها في تمثيليه ولا فيلم كنت تلاقي كده دايما بتاع عصير القصب ولا بتاع المقله ولا الفتح محل يمسك دايما الخرطوم يقعد يرش قدامه مثلا نص ساعه في الصيف قدام المحل بتاعه كانت المياه ببلاش يعني كان ببلاش طبعا ده ليه تاثيرات يعني لا حصر لها حتى فيما يتعلق باستخدام المياه بصفه عامه يعني طبعا اسراف واهدار الحقيقه غير مبرر على الاطلاق ولكن الحقيقه لما انا استخدم الحاجه وتبقى دي ليها ثمن ليها مقابل مقابل عادل مقابل منصف فده بكل تاكيد ليه مردود ان الحاجه دي بثمن فاكيد مش هاسرف فيها وهيكون استهلاكي ليها زي ما حتى بيسموها كده في شركات المحمول ولا غيرها يقول لك الاستخدام العادل شروط الاستخدام العادل في اي حاجه الواحد الحقيقه بيستعملها او بيستهلكها ولو حتى في صحته يعني شيء برضو مهم الحقيقة الاعتدال فيه او النظر فيه وعدم الاسراف وهو الزيادة السكانية ومبارح كنا مع حضراتكم واللي هو خيرة بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة وصلنا ل 100 مليون مصري في الداخل وشفنا البنوتة الجميلة ياسمين اللي هي كانت رقم 100 مليون وكنا مع والدها امبارح وبنتكلم وقد ايه هو الرجل عنده الوعي وعلى بساطته عنده الوعي ان هو يعني لو ياسمين ومعاها حد تاني ربنا رزقه بطفل تاني فده خير وبركة وكفاية قوي وكده يقدر يربيهم فده الحقيقة مشروع مهم جدا أو دي فكرة مهمة جدا ولكن تعالوا نشوف يعني لو اتحطت في إطار رسمي بقى يعني في حملة أو مشروع اتنين كفاية بتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تعالوا نشوف الموضوع ده قد إيه مسمع قد إيه الموضوع ده واصل على الأرض خصوصا إن من هذه الفئات المستهدفة اللي هم بالفعل عندهم هذا الوعي وعندهم هذه النية. معنا على التليفون الدكتورة ديزيري لبيب مدير مشروع اتنين كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي. يا دكتورة مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك شايفة المشروع او حملة اتنين كفاية قد ايه على الارض هي لمسة الناس وفي تجاوب مع الناس؟ الحقيقة حملة اتنين كفاية محققة نجاح اعتقد ناس كتير كل الناس حاسة بيه يعني نجاح ملموس. لان احنا اتعاملنا مع المشكله بطريقه علميه، احنا ابتدينا نشوف كوزاره التضامن الاجتماعي الاستراتيجيه القوميه للسكان ايه دور وزاره التضامن الاجتماعي فيها؟ لان الاستراتيجيه محدده لكل هيئه ولكل وزاره ايه الدور اللي تقوم بيه؟ فكان دور وزاره التضامن الاجتماعي دعم الجمعيات الاهليه واذكاء الجهود التطوعيه لمجابهه المشكله السكانيه. فده اللي احنا قمنا بيه. فابتدينا نفكر الاطار الاستراتيجي للمشروع ان احنا نشتغل على القرى الاكثر المحافظات الاكثر فقرا والاعلى في الخصوبه. فلقينا ان المحافظات الاعلى في الخصوبه هي نفسها المحافظات الاكثر فقرا. الصعيد. اللي هم كانوا 10 محافظات بدءا من الجيزه وحضرتك نازل كل الصعيد ومعاهم محافظه البحيره. اشتغلنا على الجهات الفئات الاكثر احتياجا او اكثر فقرا اللي هم المستفيدات من برنامج الدعم النقدي تكافل. ايوه. فبنستهدف 1,148,000 اسره. اشتغلنا على السيدات في عمر الانجاب اللي في الاسر ديت واشتغلنا بطريقتين الحقيقه. واي مشروع في تنظيم الاسره علشان يكون المشروع بيغطي كل الجوانب في محورين مهمين لازم نشتغل فيهم. اول محور اشتغلنا عليه اللي هو التوعيه وزياده الطلب على خدمات تنظيم الاسره، يعني انا بوعي الناس باهميه الاسره ان تكون الاسره صغيره واهميه ان ينظم اسرته. تاني حاجه ان احنا بنوفر خدمات تنظيم الاسره عن طريق دعم العيادات
الجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع. طب هل ده دكتورة يفسر انخفاض أو تراجع مؤشر الزيادة بنسبة 1.7%؟ هو فعلا في دراسة إحصائية عملت في 2019 قالت إن إحنا وصلنا لمعدل الإنجاب لكل 3.1. بس هو في نفس الوقت برضو إحنا كان المستهدف بتاعنا في 2020 إن إحنا نوصل 94.3 تقريبا على ما أتذكر مليون نسمة. فإحنا لسه ما خلصناش 2020 ووصلنا 100 مليون. أيوة. إحنا أوريدي ده إحنا هنفاجئ حضرتك ب6 مليون. هنفاجئ حضرتك بقى كمان يا دكتورة. تعالوا نشوف الساعة السكانية، وامبارح كنا بنتكلم في 100 مليون واحنا بنتكلم مع حضرتك احنا كام دلوقتي بقى تتخيلي يا دكتورة؟ زدنا طبعا. هنشوف بقى الساعة قدام حضرتك لو حضرتك فاتحة، بقينا 100 مليون 4259، يعني زدنا من امبارح للنهاردة 4259 بالظبط كده. الكلام ده فاحنا المستهدف بتاعنا في 2030 ان احنا المفروض نكون 109,000. فاحنا ده امبارح اللواء خيرت بيقول لو مشينا بنفس الوتيره هنبقى 145. نعم هنبقى 149 مليون في 2030 بالمعدل اللي احنا ماشيين بالمعدل بتاعنا ده. احنا لا احنا حرام اللي بيحصل ده. الدوله بتعمل مجهودات كبيره جدا وفي نمو اقتصادي غير مسبوق وطفرة فيه، لكن كل ده بتلتحمه الزيادة السكانية. صحيح. كل ده ما بنحسش. طيب يا دكتورة معلش دكتورة أنا آسف برضو المقاطعة مرة تاني، أنا كنت واحد من الناس كنا بنشوف أول حملة ما طلعت كان على الكباري وفي الطرق بنشوف الحملة، الست اللي قاعدة حواليها ولاد كتير وقدامها رغيف والست اللي قاعدة جنبها ولد وبنت وقدامهم صينية الأكل، فده كانت الفيجوال أو الجزء المرئي ده كان مؤثر جدا. ليه البوسترات دي ما بنشوفهاش كتير لسه في الشوارع؟ لا مين قال الكلام ده؟ احنا انا بقى لي فتره مش شايفها، انا يعني اشهد بذلك. يعني يمكن هقول لحضرتك زي ما بقول لحضرتك احنا استهدفنا اكتر محافظات يمكن مش منها القاهره. المحافظات اللي احنا استهدفناها الحمله عملنا حمله تمهيديه كانت اسمها بالعقل كده، تقسمها على 5 ولا على 2. تمام. كانت كميه بوسترات ماليه الشوارع والمتروهات والاوتوبيسات والتوك توك وكل حته. يعني حضرتك انتوا موجهين البوسترات والدعايه دي في الاماكن اللي انتوا بتستهدفوها. بالظبط كده. تمام يا دكتور. هي الاكثر فقرا والاعلى خصوبه. عظيم. الاولويه. اللي لها الاولويه طبعا احنا هنتوسع لانه يشمل الجمهوريه كلها، لكن هي دي اللي ابتدينا فيها. اللي ليها اولويه. المحافظات اللي لها الاولويه. والله ربنا يوفقكم يا دكتوره ديزري. حمله ابو شنب. طبعا. طيب برضه دي تبع المشروع. الفنان اكرم حسني يعني. عايز اقول لحضرتك ان الجزء الاولاني من الحمله اخذ اكثر من 30 مليون مشاهده. حقيقي. والجزء الثاني اخذ اكثر من 20 مليون مشاهده وده رقم غير مسبوق. هو ان شاء الله نتمنى يكون ده يسمع ان شاء الله في السنه الجايه بقى في 2021 في بدايتها ان شاء الله نشوف بقى نسبه التراجع في النمو السكاني باذن الله 1.7 يبقوا 5-6% باذن الله يعني ان شاء الله. الحاجات اللي بنسمع عنها ان هيبقى في حوافز ايجابيه عظيم اللي حافظ على اسره صغيره، الكلام ده كله مع بعضه هيوصلنا ان شاء الله لنتيجه احسن من كده. حوافز ايجابيه. بالظبط. زي ايه كده؟ يعني في تفكير ان اللي هيبقى جوه المشروع وهيبقى يظل عنده ولد وبنت او طفلين يعني. الجديد هو يعني دوله رئيس الوزراء طرح الكلام ده الاسبوع اللي فات ان هيبقى اللي هيستفيد من تكافل او من التموين فيه بيدرس ان يكون الجداد مش القدام اللي هم لسه هيتضافوا جداد يعني هينضموا جداد. تمام. اقصى حد ياخد الدعم 2. بالظبط كده. ده حد ايجابي. فبالتالي الواحد يبقى يعقلها كده وبالتالي يحافظ على الميزه دي. طبعا ده الى جانب ان احنا محتاجين برضو لسن التشريعات علشان تغليظ العقوبه في عماله الاطفال لأن طبعا. دي سبب من أسباب الزيادة السكانية. أكيد. تغليظ العقوبة في الزواج المبكر لأنه أحد أسباب الزيادة السكانية. طبعا. هو تضافر جهود يعني، هي مش جهة بس، حرام نقصرها فقط على التضامن الاجتماعي أو الصحة والسكان بس. في الدولة وكل وزارة. ثقافة وتوعية وتعليم وأزهر وكنيسة كله يعني. طبعا لازم يبقى في المناهج التعليم. طبعا.
لازم يبقى في توعيه في الجامعات. اكيد يا دكتوره، كل جهه لها دور، والادوار أكيد. دي واضحه وصريحه طبعا. الرفضيه القوميه للسكان اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه في 2015. مظبوط، واضحه دور كل جهه وكل هيئه وكل وزاره طبعا. فيها. انا بشكر سيادتك دكتوره ديزيري لبيب، مدير مشروع اتنين كفايه بوزاره التضامن الاجتماعي، وده الحقيقه شيء مهم جدا وحمله مهمه جدا، ان شاء الله توفق في كل جهودها. فاصل، وبعد الفاصل لسه معانا كام وقفه، وبعدها ان شاء الله نبقى نستقبل كمان دكتور هاشم بحري ونتكلم عن الحب وعيد الحب. خليكم معنا بعد الفاصل.